السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم سبق سعودي دفعة 42، والنهاردة هنشرح سي بي ال بسيط خالص بعنوان داون سيندروم. قبل ما نبدأ استأذنكم تدعوا زمايلنا الذين توفاهم الله بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته ويرحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. وادعوا لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا ينجيهم وينصرهم ويجبر قلوبهم ويكتب أجرهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهاردة هنتكلم على داون سيندروم أو متلازمة داون. هنعرف أسبابها الأساسية، إيه السبب الأساسي اللي بيؤدي إلى إن الشخص ده يكون عنده داون. طب إيه هي الريسك فاكتورز اللي ممكن تبقى موجودة عند الأب والأم دول، فهم أتنبأ إن هم ممكن يخلفوا طفل داون. طب إيه، طبعا أنا دلوقتي عندي طفل، إزاي أقدر أقول إن هو داون بناء على شكله؟ هندرس الفيزيكال ساينس، كمان هنعرف الخواص المعرفية والإدراكية للشخص ده. يعني مثلا هو ممكن يكون عنده تأخر عقلي، ممكن يكون عنده تأخر في الاستجابة، ممكن يكون عنده تأخر في التعلم، تأخر في المشي. كل ده هنبتدي ندرسه واحدة واحدة، وهنعرف إيه الكومبليكيشنز أو المضاعفات اللي أنا بخاف على مريض داون منها، فبالتالي أبتدي أديله علاج للسيمتومز اللي بتظهر لي علشان ما يحصلش مضاعفات. هنعرف إزاي نعمل دايجنوزس أو نشخص مريض داون، سواء كان ببلاد تيستس او يعني اختبارات دم، او ان انا اشوف الكاريوتايبنج او الترا ساوند او كده. هنبدا ندرسهم واحده واحده. نبدا بسم الله. طبعا متلازمه داون هي متلازمه شهيره جدا، بس قبل ما نعرف يعني ايه سندروم، احنا قلنا متلازمه يعني داون يعني سندروم. طيب يعني متلازمه اصلا؟ يعني مجموعه من الاعراض بتيجي مع بعضها كده لنفس الشخص، مش شرط يكون سببها واحد، ولكن طالما جت لنفس الشخص اذا في حاجه بتربطهم. الحاجه اللي بتربطهم دي بقى بنسميهم كلهم على بعض سندروم. المتلازمه بيكون لها اسباب اساسيه علشان كده جت مع بعض. طيب ايه هي اسباب المتلازمه؟ مثلا ممكن يكون سبب في الجينات، ممكن يكون اسباب تانية كتير، بس احنا عندنا متلازمه داون النهارده سببها خلل في الجينات. يبقى عندنا داون سندروم اتسمت داون نسبه للعالم اللي اكتشفها، لعالم داون. طيب عشان هي متلازمه شهيره جدا وكده، بيتم الاحتفال بمرضى داون كل سنه في يوم 21 مارس. طيب نعرف يعني ايه داون بقى؟ قالك هي جينيتك كونديشن. في هذه الحاله الشخص بيبقى عنده كروموسوم زياده، يبقى خلل في الكروموسومات او خلل في الجينات ادى الى ان الشخص ده مولود بكروموسوم زياده. بدل ما هو يبقى عنده 46 كروموسوم زي باقي البشر، لا ده بيبقى عنده 47 كروموسوم. طب ايه الخلل ده وسببه ايه؟ طب انا عرفت منين ان هو عنده خلل؟ قالك ان العلماء هما بيدرسوا الكاريوتايبنج بتوع الاشخاص، لقيوا ان احنا المفروض بيبقى عندنا دبل كده، دبل واحد دبل اهو، 2 دبل، 3 دبل، 4 دبل، المفروض يوصل لغايه ال 6 كروموسومز يفضلوا دبل برضه. لكن انا لو لقيت فيه خلل، مثلا لو جيت بصيت هنا هلاقي الكروموسوم 21 تريبل مش دبل خالص، اذا هنا في خلل، في مشكله. المشكله اللي بيكون فيها الكروموسوم 21 تريبل ترايزومي، يعني 3 كروموسومات مش 2 بس، بسميها داون سندروم. طبعا ممكن مشكله تحصل في الكروموسوم رقم 18 او كده، انتوا بتبقوا عارفينهم، بس احنا دلوقتي موضوعنا ايه؟ كروموسوم رقم 21. يبقى انا لو لقيت ترايزومي 21 انا هنا استنتج ان ده داون سندروم. طب سببها ايه؟ سببها جينيتك. الشخص بدل ما يبقى عنده كتوتال 46 كروموسوم زي البشر العاديين، لا ده بيبقى عنده 47 كروموسوم. طب الخلل ده نتج عن ايه؟ تعالوا نعرف نتج عن ايه. احنا عندنا الخليه وهي بتعمل ميوزس، خليه الاوفم وهي بتعمل ميوزس او مقسم ميوزي، المفروض ان هي بتمر مرحله اسمها مرحله الميتافيز، ان ساعتها الكروموسومات بتترص في نص الخليه زي ما احنا شايفين كده، الكروموسومات مرصوصه في نص الخليه. بعد مرحله الميتافيز بيدخلوا في مرحله الانافيز اللي هي مرحله الانفصال. كل كروموسوم احنا عارفين هو في دبل كده، دبل ستراند، دبل ستراند، تلاقي الكروموسوم ده انفصل، المفروض بينفصل بالتساوي عشان الخليه دي بتنقسم وتدينا خليتين. الخليه كل خليه فيهم بيبقى فيها نفس عدد الكروموسومات، زي مثلا هنا 3 يبقى عندنا هنا 3، فكل خليه بينتج عندنا ايه؟ 23 كروموسوم. لا، في هذه الحاله، حاله داون سندروم، في مرحله الانافيز الكروموسوم 21 ده بيجي يقول لك انا مش هنفصل، لا لا انا مش عايز انفصل اروح لخليتين، انا هقعد في خليه واحده وماليش دعوه بالخليه الثانيه. يا ابني انفصل، مفيش انفصال، يا ابني انفصل، مفيش انفصال. اذا هينتج عندي خليتين، واحده بتحتوي على 24 كروموسوم والتانيه اللي ما راحلهاش 21 بتحتوي على 22 كروموسوم. نلغي 22، هتكمل كلامي النهارده هيبقى على 24. نكمل بقى دلوقتي، انا عندي خليه فيها 24 كروموسوم، دي كده 24 اوفر، هيجي لها سبيرم عايز يدخل يعملها فيرتلايزيشن. السبيرم ده طبيعي بتاعه يبقى فيه 23 كروموسوم، لما يحصلهم فيرتلايزيشن يكونوني زيجوت. الزيجوت ده المفروض بيبقى فيه
المفروض ان الطبيعي بتاعنا يبقى فيه 46 23 23، لكن في هذه الحاله الزيجوت بتاعنا بيبقى فيه 47 كروموسوم. الزيجوت طبعا بيكبر ويحصل له انقسامات كتير جدا عشان يكون لي فيتس، كل ما يكبر كل ما يكبر هيديني 47 كروموسوم، هيبقى عند شخص كبير كده ويبقى عنده 47 كروموسوم. طالما عند 27 47 كروموسوم والخلل في الكروموسوم رقم 21، في هذه الحاله بسميها داون سيندروم. طب ايه المشكله؟ قال لك ان الكروموسوم 21 ده مرضيش ينفصل في خليه الاوفا، فبالتالي اصبح في خليه واحده، الخلايا اللي هيبقى فيها الاثنين دول يبقى فيها اتنين، ال 21 دبل مش سنجل، هي دي اللي هيبقى فيها 24 كروموسوم. لما يجي لها السبيرم هتكون لي زيجوت فيه 47، هينتج عندي خلايا كتير فيها 47 كروموسوم، وهي خلية ايه؟ الشخص اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو داون سيندروم. يبقى السبب الاساسي لداون نون ديسجنكشن اوف كروموسوم 21، 21 مش بيرضى ينفصل. يبقى انا عندي في السلايدين اللي فاتت دول ايه الكلام المهم؟ قال لك اول حاجه يعني ايه داون؟ قلتلك ان هي جينيتك ديزيز بينتج عنها اكسترا كروموسوم، العدد بتاع الكروموسومات بيكون 47 كروموسوم مش 46. طب الخلل في ايه؟ قالك الخلل ان انا عندي كروموسوم رقم 21 مرضيش ينفصل. ينفصل يعني ايه؟ نون ديس جانكشن. احنا كنا لو فصلناها جانكشن يعني رابطه، ديس جانكشن يعني فضل الارتباط، فهنا نون ديس جانكشن يعني انعدام فضل الارتباط، يعني الكروموسوم 21 فضل دبل مع بعضه مرضيش ايه ينفصل، هنا بنسميها نون ديس جانكشن. مهم جدا نتعرف الكلمه دي. طيب يبقى السبب الاساسي بنسميه ترايزومي 21، لان كروموسوم 21 حصل له نون ديس جانكشن. تمام. ندخل بقى على الريسك فاكتورز. ايه هي الريسك فاكتورز او الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده عند الاب والام وقول ان هم هيجيبوا لي طفل عنده داون او طفل داون؟ اول حاجه هتقول لي جينيتك. يعني ايه الجينات؟ لو الاب الفازر والمذر كل واحد منهم عنده الجين بوزيتيف، لما الجينين يتجمعوا من عند الاب والام هيولدوا لي او يخلفوا لي طفل عنده داون. يبقى انا دلوقتي هو جين لازم يجيب لي من الاثنين، يبقى هو صفه متنحيه، يبقى داون سندروم لازم يجمع لي الجين بتاع الداون من الاب ومن الام، فخليه بالك ان هو بيجي من البوث اوف ذير بيرنتس، بيجي من الاثنين. يبقى انا عندي جينيتك فاكتور. تاني حاجه ماذر انكريزد ايدج، او الام اللي عمرها فوق ال 35 سنه. طبعا كل ما العمر بيزيد كل ما فرصه ان يحصل مشاكل اسنان القسام بتزيد، فلما الام عمرها يكون 35 سنه اذا البويضات حجمها كمان البويضات كمان كبرت فجودتها قلت، فريسك فاكتور ان يحصل كروموسوم ديفيشن زاد. يبقى انا دلوقتي عندي ريسك فاكتورز، لو الجينات الاب والام عندهم جين الداون سندروم. تاني حاجه لو الام اللي بتخلف دي عمرها فوق ال 35 سنه، هنا هتزود لي الريسك فاكتور ان يحصل ايه كروموزومال ديفيشنز او مشاكل في الكروموسومات يعني اثناء الانقسام. طيب لما يقول لي ريسك فاكتور هقول له جيناتك، هقول له ايه انكريزد ايجد ماذر، ماذر عمرها كبير. بعد كده نتكلم على الفيزيكال ساينس. يعني ايه فيزيكال ساينس؟ او العلامات اللي بتظهر لي على الطفل داون سندروم. هقول له اهم حاجه طبعا بنميز بيها طفل داون اللي هي الفيشال ساينس او الحاجات اللي بتظهر على وشه. تعال نبص كده على الطفل ده. اول حاجه هنا هنتكلم على النوز، بتلاقي فلات نيزل بريدج. تاني حاجه على الاي، بتلاقي الاي سلنتد ابورد، بتلاقي عينه مسحوبه لورا كده، عينه مسحوبه لورا بنسميها اي سلنتد ابورد ات ذس بوينت. بنلاقي ان في حاجه كده هنا يعني من العين بتحسها مقفوله من ناحيه الميديال. بص كده لو بصينا في الرسمه اللي تحت دي بنلاقي ان الانر اسبيكت اوف اي تحسه متداري شويه بايه، ده بنسميه بيكانسيال فولد. يبقى الطفل بيبقى عنده بيكانسيال فولد، بيبقى عنده عين مسحوبه لورا او لفوق كده، بيبقى عنده فيه وايت سبوتس على العين كده بنسميها براش فيلد سبوتس. هنا كده بيبقى فيه براش فيلد سبوتس، مش عارفه الا مش راضي يشتغل ليه. ماشي يبقى انا عرفت فلات نيزل بريدج، الاي سلنتد ابورد، عندنا بيكانسيال فولد، الاي بيبقى فيها نقط كده على عدسة العين بنسميها براش فيلد سبوتس. بنلاقي ايه تاني؟ بتلاقي التانج بروتريدد لقدام. انا كده اتكلمت على الاي واتكلمت على النوز. عندي الاير بتبقى سمول ولوسيتد، السمول بتبقى الاير بتاعته بتبقى صغيره وبتبقى لوسيتد. يعني ايه؟ انا لو شديت خط كده من اخر العين لورا، من اخر العين لورا، بلاقي ان الاي الاير بتبقى تحت، الاير تحت. انت اصلا لو شديت خط من عينك كده بصبعك، شد خط من اخر عينك لغايه ورا، بتلاقي تقريبا تلت الاذن فوق الخط اللي انت شديته ده. ده الطبيعي، لكن المش طبيعي انك تلاقي الاذن كلها تحت الخط اللي انت بترسمه من اخر العين لورا، بنسميها لوستد اير وبتبقى سمول. عندي هنا تلاتة سمول، لما اقول سمول تذكروا لي تلات حاجات، سمول اير، سمول هاندس، سمول فيت. يبقى عنده ايديه وودنه والقدم بتاعته كلهم صغيرين. ايه تاني؟ بتلاقي النك بتاعته شورت. تعالوا نكمل من الكلام المكتوب.
بس هنا ركز ان احنا عندنا بالمر كريسيس بنسميها سميان كريسيس، عنده وان ترانزفيرس بالمر كريز مش زي اخواته. مثلا هنا انت بتلاقي بفول بيبقى فيه عامله من 18، هنا عامله من 18، لا انت هنا تلاقي خط واحد بس وبيكون ايه ترانزفيرس. يبقى انا اول ما الشخص بيتولد بلاقي عنده علامات بتعرفني ان ده هيبقى خلاص داون، زي مثلا فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورت ات ذات بوينت، بيبقى عندنا النيك بتبقى شورت. دي كده ثلاث حاجات في الهيد. بعد كده نتكلم على الاير، عندي ثلاثه سمول، مين هم الثلاثه السمول؟ الاير والهاندس والفيت. بعد كده بص لي على المسل تون او العضلات توتالي، يعني كل عضلات الجسم بتاعته بتبقى ويك تون او بتلاقيها مرتخيه مش مشدوده. طيب بيبقى عنده صباع، الصباع الصغير ده بيبقى متني كده وباصص على الثمب اللي هو الصباع الكبير، هنشوفها واضحه في الصوره اللي جايه. وعنده واحد بالمر كريس بس مش زي اخواته، بيكون ترانزفيرس. طبعا طوله بيبقى اقصر من اقرانه، بيبقى اقصر من الناس اللي قده. لو بصيت هنا في الصباع ده كده، الصباع ده كده بيبقى متني وبص على الصنب. نيجي نراجع تاني كده السلايد اللي فاتت. انا عندي الفيزيكال ساينس اهم حاجه بقدر اميز بيها الشخص الداون ده. اول ما بيتولد بيبقى عنده فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورد، بيبقى فيها بيكانسيال فولد، بيبقى فيها براش فيلد سبوتس. العين دي كده العين ماشي. نتكلم بقى على النك بتبقى شورت. بعد كده نتكلم على ثلاثة سمول، مين؟ الاير سمول والفيت والهاندس. نزود على الاير ان هي بتبقى لو سيتد، يعني تحت الخط اللي انا برسمه ده، خط اللي برسمه من اخر العين لورا. تمام. بعد كده نتكلم على الماسل تون توتالي، بتلاقيها ويك ماسل تون، عضلاتها كلها مرتخيه. بعد كده نتكلم على الصباع الاخير بنسميه سمول بينكي فينجر، بيبقى باصص متني كده وباصص ناحيه الصنب. عندنا وان بالمر كريس بيكون ترانزفيرس شورت زان افريج، الشخص بيكون اقصر من اقرانه. تعالوا نبصمجهم كده. اول حاجه عندنا نتكلم على ثلاثة في الهيد، دي كده ثلاثة في الهيد، ثلاثة سمول. نتكلم على المسل تون، وعندنا حاجة في اليد والطول عموما طوله. ايه هما التلاتة اللي في الهيد؟ عندي فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورد، وعندها بالمر، عندها ايه بيكانسيال فولد، وفي براش فيلد سبوتس. الاير عندنا النيك بتبقى شورت، ثلاثة سمول، مين هما؟ الاير والفوت والهاندس، بيبقوا شورت. بنزود على الاير ان هي لو سيتد، يعني تحت الخط اللي انا برسمه. الماسل تون بتبقى ويك، اليد بيبقى فيها وان بالمر كريس، بيكون ترانزفيرس، طوله بيبقى شورت زي افريج. عندنا بقى الصغير، لما اتكلمت على اليد عندي حاجتين فيها، الحاجتين اللي هما الصباع الصغير ده بنسميه سمول بينكي فينجر، باصص على الصنب. تاني حاجة وان بالمر كريس، يبقى عندي في الهيد ثلاثة، مين هما؟ فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورد، وبيبقى عندنا فيها براش فيلد سبوتس وبيكنسل فولد. بعد كده النيك بتبقى شورت، مين؟ ثلاثة سمول، الاير والهندس والفيت. نتكلم على الماسل تون، ويك ماسل تون. اتكلمت على اليد عندي فيها حاجتين، سمول بينكي فينجر وده بيكون باصص على الصنب. تاني حاجة عندنا وان بالمر كريس، بيكون ترانزفيرس، طوله شورتر زان افريج، اقصر من اقرانه. طيب ديورنج جروث والشخص ده بينمو بيتغير فيه حاجات وبيظهر عليه علامات جديدة زي ايه؟ تعالوا نشوفها. بيبقى عنده اكثر عرضه للاير انفكشنز، يعني عدوى كتيره في الاذن ومشاكل في ودنه. يعني بسم الله. تاني حاجه عنده فيجن بروبلم، مشاكل في الرؤيه وامراض في عينه، يبقى اي ديزيزز. يبقى مشكله في الاير، مشكله في الاي، مشكله في الاسنان، دنتال بروبلمز. بيبقى اكثر عرضه للانفكشنز والالنس من اي شخص تاني. بيبقى عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا، او ان هو عارفين طبعا ان المسل تون بتاعته بتبقى ويك، فالعضلات السكيليتال او العضلات الهيكليه بتاعته بتبقى ضعيفه جدا، فبتقفل لي الاير ويز او ممرات التنفس. فالشخص ده وهو نايم ما بيقدرش يتنفس خالص، بيقدرش يتنفس، يعني بنسميها ابنيا. ابنيا ووقت النوم فبنسميها اوبستراكتيف سليب ابنيا، ناتجه عن الاوبستراكتيف اير ويز. تالت حاجة أو الحاجة الأخيرة، بيدخل في congenital heart disease، ودي أكتر حاجة بتخليني أقلق عليه. تعالى نقرأ الكلام المكتوب على الصورة ده علشان نبقى خلصناه. أنا دلوقتي عندي طفل داون. الطفل ده أول حاجة نبص على الفيس بتاعه، بتلاقي فيه ايه؟ بيبقى عندنا فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورد، ووشه بيبقى برود، الوش بتاعه بيبقى عريض شويه، والعين بتبقى مشدوده لورا او مرفوعه لفوق، وعنده بيكانسيال فولد، زائد ان بيبقى فيه براش فيلد سبوتس. نتكلم على النيك، بتبقى شورت نيك. لو اتكلمت على الاير قلت لك ان هي بتبقى لو سيت وبتبقى سمول، بنزود على كلمه سمول الهاندز والفيت كمان، الفيت بس. تمام. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ هنا بيبقى عنده في الفم بتاعه بروترود التونج ودنتال انوماليز كتيره جدا، ممكن يحصل له كونجنيتال هارت ديزيزز،
وبيبقى عنده مشاكل في الجي اي تي زي انلارجد كولون وبستراكتد انتستن، او الامعاء بتاعته بتبقى بلوكج او مقفوله يعني. لو بصيت على البيك تو هنا بلاقي في مسافه بينه وبين الصباع اللي جنبه. بسم الله. بنبص هنا على البيك تو بنلاقي في مسافه بين الصباع الكبير والصباع الثاني على عكس الصوابع التانيين، فهنا دي برضو حاجه بتميز داون سيندروم. المسل تون بتاعته بتبقى صغيره خالص او ضعيفه جدا يعني في كله. بيبقى عنده جروس فيلير ومينتال ريتارديشن، يعني مشاكل في تاخر نمو دماغه من ورا بتبقى فلات. وبعد كده بيبقى عنده ابنورمال ايز، قلت لك ان هي بتبقى سمول ولو سيتد. بيبقى عنده بالمر كريسيس بتبقى ترانسفيرس، وصوابعه الصغيره سمول بينكي فينجر بيبقى باصص على الصباع الصمت. ممكن يبقى عنده ريب مفقود او ريب اتنين يعني على نفس الناحيه. ممكن يبقى عنده واحد في ناحيه واحده او اتنين في ناحيتين، يعني يوني لاترال يعني في ناحيه واحده، باي لاترال يعني في ناحيتين. ايه تاني؟ ممكن يبقى عنده البلفس او الحوض بتاعه مش طبيعي، والمصل توم بتاعته تبقى بايظه. ممكن يبقى عنده فات او امبليك الهيرنيا. طبعا الصوره دي كل الكلام فيها ممكن يبقى فيه كلام خارج عنكم، بس المهم نحفظه اننا نحفظ الكلام المكتوب على الناحيه دي، سواء كان في الصوره دي او في الصوره اللي فاتت. لو بصمكت اللي فاتت كنت قلت ان انا عندي 3 في الهيد وعندنا 3 سمول، وبعد كده نتكلم على المصل تون واتنين في اليد وواحده في الطول. نيجي نبصمكم ايه اللي كان في الهيد. عندنا فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورد، وبيبقى عندنا يبكنسيال فولد وفيها براش فيلد سبوتس، النيك بتبقى شورت. بعد كده نتكلم على 3 سمول، الاير والهندس والفيت. بعد كده نتكلم على المسل تون كانت بتبقى ويك. لو اتكلمت على 2 في اليد، 1 بالمر كريس بيكون ترانسفيرس، والصباع الصغير بيبقى باصص على الصباع الكبير اللي هي سمول بينكي فينجر، بيكون باصص ناحيه الصنب. بعد كده عندنا اخر حاجه بقى اللي هي بتبقى عباره عن طوله بيبقى شورت زي الافريج. بعد كده هو بينمو وهو كبير يعني بلاقي ان في حاجات تانية بتميزه، مثلا زي اكتر عرضه للاير انفكشنز والهيرنج لوس، فقدان السمع. بيبقى اكتر عرضه ان يحصل له مشاكل في الرؤيه ومشاكل في عينيه. بيبقى اكتر عرضه ان يجي له مشاكل في الاسنان. يبقى احنا عندنا برضه هنزود حاجات في الفيس، العين والاير والفم. العين هقول له فيجن بروبلمز والاي ديزيز، الاير هقول له اير انفكشن وهيرنج لوس. بعد كده هنتكلم على الدنتال انفكشن اللي هي مشاكل في الاسنان، اكثر عرضه من الانفكشن من غيره. بعد كده بيجي له اوبستراكتيف سليب ابنيا وكونجينيتال هارت ديزيزز. يبقى احنا كده بصمجنا اللي فاتت هنبصمج دي. هنا برضو عندي 3 في الفيس، الاير والاي والدنت او الدنت اللي هو يعني اسنان، تمام. بعد كده عندنا مثلا مشكله في التنفس ومشكله في القلب، قلب وتنفس وانفكشن والاير والاي والاسنان، تمام. تمام بسم الله. بعد كده نتكلم على ال cognitive symptoms of down syndrome، او المشاكل المعرفية او الخواص المعرفية اللي بتميز بيها مريض الداون. اول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبصمجهم في 4 حاجات: بيمشي متأخر، بيتكلم متأخر، بيتعلم متأخر، وبيلعب متأخر. يبقى هيمشي، يتكلم، يتعلم، ويلعب. فهنا هتقولي walk and move يعني motor skills بتاعته متأخرة. speaking بيبقى عنده language development skills برضو متأخرة. learning cognitive skills بتاعته واقعة. playing برضو بيلعب، وسوشيالي وايموشنال سكيلز بتبقى قليله، او كل حاجه بتحصل بس متاخر، بياخد وقت اطول على ما يتعلم الحاجات دي. يبقى انا قلت هيمشي، اتكلم، يتعلم، مش عارفه الخط الجميل قوي ده، يلعب. كل دول عشان هنبصمج بيهم الحاجات اللي تحتها. قلت يعني ايه هيمشي؟ فبالتالي هياخد taking the first steps متأخر، هياخد وقت أطول على ما speaking the first words، على ما يتكلم أول كلمات في حياته. هياخد وقت أطول على ما يتعلم يدخل التويلت. هياخد وقت أطول على ما يتعلم ياكل لوحده ويعتمد على نفسه. يبقى ال cognitive symptoms of down syndrome دي حاجات إن هو الخواص المعرفية والإدراكية، الحاجات اللي هو مثلا هيقدر يتعلم يمشي إمتى، هيقدر يتعلم يتكلم، ويتعلم الحاجات اللي هو يتعلم الطبيعي، مثلا يتعلم يدخل التويلت، يتعلم ياكل لوحده، يتعلم يلعب مع أصحابه. كل دي تبقى متأخرة ولكن هيعملها. يبقى هيمشي، يتكلم، يتعلم، ويلعب.
يمشي، ووكينج هيكون متأخر، سبيكينج هيكون متأخر، ليرنينج هيكون متأخر، بلاينج برضه هيكون متأخر. بعد كده هنتكلم على الكومبليكيشنز اللي انا بخاف تحصل لمريض داون، فبالتالي احاول اعالج السيمبتومز اللي بتظهر لي قدر الامكان عشان ما يحصلوش كومبليكيشنز. اشهر او اكتر كومبليكيشن بتخليني اخاف الهارت ديزيزز او الهارت ديفكتس. مريض داون احنا بسم الله احنا كنا عارفين هو بيكون من 4 حجرات، 2 أذينين وبطينين. الأذينين والبطينين كل واحد مفصول عن التاني، فلو فتح الأذين على البطين زي كده، الأذين على الأذين اللي زيه والبطين على البطين اللي زيه، دي كده بتحصل لي ديفكت. في الأذينين بنسميها اتريال سيبتال ديفكت، في البطينين بنسميها فنتريكولار سيبتال ديفكت. في كلتا الحالتين بتبقى مميتة، يعني لأن مثلا لو بصيت على الاتريال سيبتال ديفكت، الاتنين اتريا بيفتحوا على بعض، فيروحوا يعملوا لي بالمونري هايبر تنشن. لما يحصل بالمونري هايبر تنشن هيعمل هارت فيلير، ففشل فشل في القلب يعني، فكده يعني الشخص ده هيموت. فاول حاجه الهارت ديفكتس بتؤدي الى الوفاه. تاني حاجه عندنا الجاسترو انتستاينال ديفكتس، مشاكل في الجهاز الهضمي، زي مثلا هيحصل انوميلي في الانتستين او في الاسوفيجاس او في التراكيه او في الانس اللي هي فتحه الشرج. طيب واحد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي اكيد هيحصل له اوبيزيتي. طيب طيب نكمل بقية الكومبليكيشنز، اعتذر لان التسجيل فصل لوحده. طبعا احنا اتكلمنا عن جاسترو انتستاينال تراكت، قلنا ان هي بتدخل في اوبيستي. بعد كده احنا عارفين اي مريض في مخلل في الجينات بيدخل في اميون ديس اوردرز، يعني المناعه بتاعته بتكون واقعه، فبيكون اكثر عرضه ان يصاب بالكانسرز. اشهر كانسر بيجل داون سندرومز هو الليوكيميا او سرطان الدم. الليوكيميا يعني الوايت بيسيز او الوايت بلاد سيلز بتبقى عاليه جدا في الجسم. تاني حاجة ان هو بيبقى عنده المسل تون بتبقى ويك جدا، فبالتالي بيدخل في سليب ابنيا، لان الايروي بتبقى obstructed او مقفولة ما بيقدرش يتنفس وهو نايم، بما ان المسلز بتبقى ويك تون او التون بتاعتها بتبقى ضعيفة، فبتقدرش تعمل stabilization للاتلانتو اكزل جوينت. طبعا لو فاكرين العمود الفقري بتاعنا له اول فقرتين بيبقوا مختلفين عن بقيه الفقرات. الفقره الاولى كان بيبقى اسمها اطلس والتانية بيبقى اسمها اكسس. الفتره الاولى الاطلس مع الاكسس متفصلين مع بعض وماسكين عضلات عشان تعمل لهم ستابلايزيشن او تثبتهم. لما بيحصل مشكله في العضلات بيحصل انستابيليتي في المفصل ده، اذا بيعدي كده من جوه. المفروض متعدي نيرفز، النيرف اللي بيعدي ده بيتضغط عليه من وسط العظم فبيحصل سباينال بروبلمز. النيرف اللي بيعدي ده اسمه سباينال كورد، فبالتالي بيحصل سباينال بروبلمز، يبقى اتلانتا اكسل انستابيليتي بتدخل في سباينال بروبلمز. بعد كده عندنا الشخص لما بيكبر يوصل 50 سنه طب في الطبيعه بتاعنا لما تلاقي واحد بيقول كلام غلط بتقول له ايه؟ هو انت كبرت وخرفت؟ كلمه خرفت دي يعني ديمنشيا. ديمنشيا تفكرني ان هو بيجيله سيجرز، سيجرز يعني صرع. بعد كده حاجات في الوجه زي دنتال بروبلمز، اير بروبلمز، وفيجوال بروبلمز. يبقى سريعا تاني كده نراجع الكومبليكيشنز بسرعه. اول حاجه واكتر حاجه بتخلينا قلق اللي هي الهارت ديزيز، اللي هي بتعمل ايه؟ اتريال سيبتال ديفكت وفنتريكولار سيبتال ديفكت، ممكن تدخلني في هارت فيلير اللي هي فتحه الايه، الاثنين اتريوم على بعض او الاثنين فنتريكلز على بعض. لو فتحوا على بعض كده فيها مشكله، فتحوا على بعض فيها مشكله كبيره جدا. قلنا ان الاتريومز لما بيفتحوا على بعض بيعمل لي حاجه اسمها بالمونري هايبر تنشن، اللي هو يعني ارتفاع ضغط الدم الشرايين للرئه واللي رايح للرئه. فهنا كده هيدخلني في بالمونري هايبر تنشن، لان الدم اللي هيرجع للقلب هيكون عالي جدا، فيدخلني في هارت فيلير، فده هيبوظ لي الدنيا. بعد كده هنتكلم على الجاسترو انتستاينال تراكت، مشكله في الجي اي تي او الجهاز الهضمي، مشاكل في الجهاز الهضمي تدخل في اوبيزيتي. اوبيزيتي يعني سمنه. طيب شخص اللي جيناته بتبقى بايظه بيدخل في ميورو ديسوردرز كتيره جدا او مشاكل في الجهاز المناعي، دي بتخليه اكثر عرضه للاصابه بالكانسرز. فاكتر كانسر بيبقى عند الداون سندروم اللي هو الليوكيميا او سرطان الدم.
قلنا فيها بيكون الوايت بي سيز عاليه جدا، الوايت بلود سيلز عاليه جدا. بعد كده نتكلم على المسل تون، لما اتكلم على المسل تون بتبقى ويك قوي قوي قوي، فبتدخل في حاجه اسمها اوبستراكشن اوف اير ويز، سليب ابنيا، يعني الشخص ده مش بيقدر يتنفس وهو نايم. بعد كده المسل تون بتبقى قليله برضو، فبتبوظ المفصل اللي احنا سميناه اتلانتو اكسل جوينت، فبتعمل اتلانتا اكسل انستابيليتي. لما تحصل انستابيليتي في الجوينت ده بيبتدي العظمتين دول يضغطوا على النيرف او العصب اللي معدي جواه، فبتعمل سباينال بروبلمز. لما الشخص بيكبر ويوصل لسن كبير 50 سنة مثلا بيبدا يحصل له ديمنشيا او خرف وكمان الديمنشيا تفكرني ان في سيجرز. بعد كده عندنا سيمتومز خاصه بالفيس زي الدنتال بروبلمز، الايري انفكشن، والهيرنج والفيجن، مشاكل في السمع والرؤيه والعين والاسنان. تمام تمام ندخل بقى على الدايجنوزس، ازاي اعمل دايجنوزس لطفل او لام واب. عايزه اتنبأ مثلا لو في اب وام هيتجوزوا، عايز اعرف هم عندهم الجين بتاع الداون ده ولا لا. ببتدي اخد لهم بلاد تيست او سكريننج تيست. بلاد سكريننج تيست، التيست ده باخد عينه بلاد من كل واحد فيهم واعمل اعمل لهم كاري تايبنج واشوف هل هم عندهم الجين ولا لا. لو الاثنين عندهم، اذا هم في ريسك ان هم يجيبوا طفل عنده داون، لو واحد بس اللي عنده ما قلقش، لكن لو الاثنين تقلق. طيب تاني حاجه عندنا بقى الالترا ساوند او السونار، جهاز السونار اللي بتشوفه عند دكاتره النساء ودكاتره الباطنه، هو ده الدكتور هو بيعمل فحص بيلاقي اكسترا فلويد بيهايند يور بيبيز نيك، يعني انت بتلاقي فلويد كتير جدا حوالين الهيد والنيك بتاعه البيبي، اذا هنا ممكن تستنبط ان في ممكن يطلع داون. هل عدم وجود الفلويد حوالين النيك بتاعه البيبي او في بيهايند النيك بتاعه البيبي دليل قاطع على ان مفيش داون؟ دي غلط. ما ينفعش استبعد عدم وجود داون سيندروم لو الالترا ساوند طلعته لي نورمال، اذا الالترا ساوند مش دقيقه بالدرجه اللي هي، فانا عشان اطلع معلومات اكيوريت يعني ممكن اعمل 3 تستات تانيين عند البريجننت. ازاي؟ اول حاجه تسحب لي عينه من الامنيوتيك فلويد بنسميه امينيو سنسز، تسحب لي عينه من الامنيوتيك فلويد عن طريق انك تدخل نيدل او السرنجه دي تسحب لي عينه من الامنيوتيك فلويد الموجود في الكافيتي بتاع البيبي. تاني حاجه ممكن تسحب عينه من البلاسينتا، احنا عارفين ان البلاسينتا علشان تتثبت مع الجنين، تثبت الجنين في اليوترس او في الرحم، بتطلع لي حاجات كده زوايد اسبوعيه بنسميها الفيلاي، كرونيك فيلاي دي، ببتدي ادخل نيدل بتاعتي او كاسيتر او اي حاجه عشان اسحب عينه منها علشان اعمل لها اناليسز واتاكد اذا كان البيبي ده هيبقى داون ولا لا. زي مثلا اهو انا بدخل الكاسيتر مره من السيرفكس او مره تانيه ممكن ادخلها من الابدومين، في كلتا الحالتين لازم اتابع بالترا ساوند سكانر عشان اتاكد انا داخل فين بالظبط واعرف المكان اللي داخله هل هو فعلا اللي انا عايزه ولا دخلت غلط. تاني حاجه او الخطوه الاخيره ممكن اعمل بيركوتينوس امبليكال بلود سامبلينج. بيركوتينوس يعني انت هتروح الامبليكال كورد يدخل على الجلد اللي حواليه ده وتسحب عينه من الدم الموجود فيه، تسحب عينه من الدم الموجود في الامبليكال كورد علشان تعمل لها اناليسز وتشوف هل الطفل ده عنده جين داون ولا لا. تمام تمام اخر حاجه عندنا افتر بيرث، لما الطفل يتولد بيتولد ببص عليه كده اصلا مجرد ما تشوف الفيزيكال ساينس تعرف هو داون ولا لا او تتاكد 100% اساسا. بس لو عايز تتاكد تاني يعني حاجات اكسترا ممكن تاخد عينه بلاد وتعمل له كاري تايبنج وتشوف هل هو عنده الكروموسوم 21 ده كتير ولا 3 ولا 2 بس. تعالوا نبص كده سريعا، بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي هعمل دايجنوزس؟ والله عندي الدايجنوزس before birth ولا during pregnancy ولا after birth. قبل ما الشخص ده يتولد والاب والام لسه ما اتجوزوش، باخد عينه بلاد من كل واحد فيهم بسميها screening testis واعمل لهم كاريوتايبنج واشوف كل واحد عنده الجين ولا لا. لو الاثنين عندهم ببتدي اقول ان هم عندهم احتماليه يخلفوا طفل عنده داون سيندروم، لو ما عندهمش او واحد بس اللي عنده ما بقلقش، بقول ان هو ما يكون يعني احتمال كبير جدا ما يجيليش طفل عنده داون. هنا بنسميها prenatal screening testis. يعني ايه prenatal؟ يعني ما قبل الولاده. تمام تمام عندي بقى برضو during pregnancy واحد اسمه الترا ساوند تيست. الترا ساوند هستخدم جهاز السونار، السونار هيوريني اذا كان في اكسترا فلويد متجمع ورا النيك بتاعه البيبي، لو كده اذا في احتماليه ان ده يبقى داون. طيب لو ما لقيتش فلويد متجمع ورا النيك بتاعه البيبي هقول ان ده مش داون؟ ما ينفعش اجزم لان الالترا ساوند مش دقيق بالدرجه اللي هي، علشان اطلع اكيوريت انفورميشنز او معلومات اقدر اثق فيها بعمل حاجه من ثلاثه، يا اما امينيو سنسز يا اما كرونيك فيلا سامبلينج يا اما بيركوتينوس امبليكال بلاد سامبلينج. امينو سنسز بسحب عينه من الامينوتيك فلويد اللي بيبقى موجود عند حوالين البيبي عن طريق نيدل بدخلها من الابد من واخد عينه من الفلويد ده وابتدي ايه اعمل لها اناليسيس. تاني حاجه الكرونيك فيلا سامبلينج تسحب عينه من البلاسينتا او من المشيمه تدخلها عن طريق السيرفكس او عنق الرحم او تدخلها عن طريق الابد من فوق، في كلتا الحالتين بتبع بالترا ساوند من فوق. تمام تمام خدت عينه من البلاسينتا روح اعمل لها اناليسيس وتاكد. طيب تالت خطوه البيركوتينوس امبليكال بلاد سامبلينج، يعني هتسحب عينه من الدم الموجود في السكن حوالين السكن بتاع تحت السكن بتاع الايه الامبليكال كورد، تسحب عينه من البلاد الموجود في الامبليكال كورد ده وايه تعمل لها اناليسيس هل هي بيطلع فيها الجين ولا لا.
طيب لو الشخص اتولد، البيبي اتولد وعايزين نشوفه بقى، لو بصيت على شكله بمجرد ما تبص على شكله هتعرف من الفيزيكال ساينس اذا كان ده داون ولا لا، وهتتاكد كمان. بس زياده تاكيد ممكن تاخد عينه بلد وتعمل لها كاريو تايبنج. تمام. دي كده بعض الحاجات اللي كانت بتوريني دايجنوزس اهو. بسحب عينه من امنيوتيك فلويد امنيو سنسس، دخلت الكاسيتر علشان اسحب عينه من الكرونيك في اللايف بنسميها كرونيك فيلا سامبلنج، هنا بدخل النيدل عشان اسحب عينه من البلاد الموجود في الامبليكال كورد او الحبل السوري علشان اتاكد اذا كان هل هو عنده الجين بتاع داون ولا لا. ده مثال لسؤال عملي، سؤال عملي فنتاكد. تمام بيسجل. ده سؤال عملي هيجي لي بالشكل ده، هيقول لي ايدنتيفاي، المفروض انا اشوف الكاريوجرام ده بيعبر عن ايه. هنبص له كل كده شكله طبيعي، هو اصلا بيبقى معلم لك على الكروموسوم اللي فيه ديفكت. ده بصيت كده ده 21 ترايزومي، يبقى ترايزوم 21 ده كان بيفكر ان هو داون سيندروم. طيب نبص على السكس كده، والله دي طلعت فيميل لان هي عندها اكس اكس، الواي فاضي، اذا دي فيميل. فانا هقول له كاريوجرام اوف فيميل اوف داون ويز داون سيندروم بين قوسين ترايزومي 21. تبص على الكومنت، الكومنت بتاعنا هيكون بالشكل ده. بمجرد ما تكتب الكومنت بالشكل ده اذا انت قفلت سؤال عملي في السيتوجينيتكس. ان شاء الله الاسئله بتاعت السيتوجينيتكس غالبا هيكون بالشكل ده، فلازم تعرفوا السيمتومز، لازم تعرفوا ازاي تكومنت كده، وخلي بالكم يعني خليكم عارفين السيمتومز والساينس علشان لو اتسالتوا فيها في سؤال ريتن او حاجه. طيب هل داون سندروم تتعالج ولا لا؟ داون سندروم لايف لونج كونديشن، يعني لا يمكن علاجها. طب ليه؟ قال لك ان هي مشكله في الجينات. هل انا اقدر اعالج في الجينات؟ ما اقدرش اتدخل. طب انا بعمل ايه بقى؟ الحل انك تعالج اي كونديشن او اي سيمتومز يظهر على الشخص. يعني مثلا لو عنده مشكله في الهارت تعالجها بسرعه، عنده مشكله في الانتستين تعالجها بسرعه، عنده مشكله في الاير سواء انفكشن او كده تديله انتي بايوتكس وتعالجها وتمشي الحاله، لان هو لازم يمانج نفسه ويعالج الحالات اللي بتظهر عليه اول باول، لان هو كداون ما ينفعش يتعالج. بس اقدر اعالج السيمتومز عشان ما توصلش بيها الكومبليكيشنز وما اقدرش اعالجها. فاحنا نعالج اول باول الاعراض اللي بتظهر لي علشان ما اخشش في مضاعفات انا ما اقدرش عليها. بس كده هنرجع بقى، قلنا داون سيندروم يعني ايه؟ قلت لك هي جينيتك كونديشن بسببها بيبقى الشخص ده عنده اكسترا كروموسوم بنسميه ترايزومي 13. لو بصيت في الكاريو تايبنج بلاقي ان هنا او الكاريوجرام بتاعه بلاقي ان الكروموسوم 21 ثلاث نسخ بدل ما هو يبقى نسختين. ذا مين كوز قلت لك بيحصل نان ديس جانكشن اوف كروموسوم 21 ديورنج الميوزيس. زي ما احنا شايفين كده كروموسوم 21 بيرفض الانفصال، فبالتالي الخليه دي في خليه بتوصل ب 22 كروموسوم وواحده بتوصل ب 24. ال 24 دي لو حصلها فيرتلايزيشن بالسبرم بتنتج لي عند زيجوت في 47 كروموسوم. 47 ده عدد غير الطبيعي، فهينتج لي حاجات فيها مشاكل. يعني زي ما احنا عرفنا الريسك فاكتورز قلت لك لو الاب والام عندهم الجينات بتاعت داون سندروم، ولو الام سنها فوق ال 35 سنه ده برضه بيدخلني في ايه، في احتماليه ان الشخص ده يبقى عنده داون. فيزيكال ساينس قلت ان احنا عندنا ات بيرس بس مجنونه ازاي، قلنا ثلاثة في الهيد، عندي النوز بتبقى فلات نيزل بريدج، الاي بتبقى سلانتد ابورد من ورا يعني، والشورت نيك، النيك بتاعتنا بتبقى شورت، ثلاثة سمول، الاير بتبقى سمول، والهاندس والفيت. عرفنا المسل تون بتبقى ويك. وعندنا ايه تاني؟ الصباع الصغير، عندنا حاجتين في اليد، الصباع الصغير بيبقى بوينتد انورد بيبص على الثمب. وبيبقى عندنا ال كمان كريس في البالم، في البالم بيبقى فيه خط واحد بس عريض بنسميها بالمر كريس، واحد بس بدل ما بيبقى ثلاثة زي ما احنا بنشوف في ايدينا العادية، لا بنلاقي ان في خط واحد بس بيكون ترانزفيرس. بتلاقي ان الافريج بتاعه بيكون شورتر زين افريج، طوله يعني اقصر من اقران. يبقى ادبيرس عرفنا ان ثلاثة في الهيد ايه هما، فلات نيزل بريدج، عندنا سلانتد اي ابورد، وعندنا النيك بتبقى شورت، ثلاثة سمول، الاير والهندس والفيت. المسل تون بتبقى ويك، اتنين في الهاند بتاعته بتبقى فيها الصباع الصغير بنسميه سمول بينكي فينجر بوينتد انورد باتجاه الصنب، عندنا وان بالمر كريس بيكون ترانزفيرس. بعد كده الطول بتاعه بيبقى شورتر زي افريج. افتر ديفلوبمنت او ديورنج الجروس وهو بينمو بتلاقي في حاجات جديده ظهرت، ثلاثة في الفيس، بتلاقي اير infection و hearing loss، بتلاقي vision problems و eye diseases، وبتلاقي dental problems. ممكن تلاقي بقى فيه ان هو بقى اكثر عرضة للانفكشنز، بيحصل له obstructive airway يعني الايرواي بتقفل، فبالتالي بيحصل له obstructive sleep apnea، بيبقى عنده ايه congenital heart disease. الفيزيكال ساينس مهمة، وعشان مهمة انا بصمكتها، فمهم تحفظوها عشان لو جاتلكوا في اي كيس. الكوجنيتيف سيمتومز او الاعراض او الخواص الادراكيه والمعرفيه لهذا الشخص، بيتكلم متاخر،
بيمشي ويتكلم ويتعلم ويلعب، بيمشي متأخر فبتلاقي ان عنده الموتور سكيلز ضعيفة، بتلاقي عنده السبيكنج سكيلز او اللانجويج ديفلوبمنت سكيلز برضو متأخرة، ليرنينج بنسميها كوجنيتيف سكيلز، وبلاينج اللي هي السوشيال والايموشنال سكيلز برضو بتبقى ايه ضعيفة. فهنا بيقول لك ايه، بيدخل التويليت متأخر، بيتعلم ياكل لوحده متأخر، تيكينج ذا فيرست ستيبس برضو متأخر، سبيكينج ذا فيرست ووردز برضو متأخر. الكومبليكيشنز، اول حاجه احنا بنخاف منها الهارت ديفكتس، فلازم نعالجها اول باول. الجاسترو انتستاينال تراكت بتدخلني في اوبيستي. الاميونو ديس اوردرز بسبب مشكله في الجينات بتبقى مناعه الشخص ده واقعه، بيدخل في اكثر عرضه للكانسرز، كانسر يعني اليوكيميا، اشهر كانسر بيبقى موجود في الداون سيندروم هو اليوكيميا. يعني طالما المسل تون بتاعته ضعيفه فبيدخل في سليب ابنيا، سليب ابنيا يعني مش بيقدر يتنفس وهو نايم. قلت المسل ضعيفه فبتدخلني في اتلانتا اكسل انستابيليتي، وهنا بتعمل سباينال بروبلمز، قلنا اليوكيميا تمام. بعد كده لما بيوصل لسن 50 سنه بيبقى عنده ديمنشيا اللي هو الخرف، وعنده حاجات تانية مثلا ديمنشيا تفكرني بايه، ديمنشيا تفكرني بالسيجرز. بعد كده عندنا ثلاث حاجات في الفيس، دينتال بروبلمز، اير بروبلمز، وفيجن بروبلمز. الدايجنوزس قلنا هنعمله ازاي، سواء كان افتر بيفور بيرث ولا افتر بيرث ولا ديورينج بريجنانسي. تمام. السيمبل يعني بيقول لك احنا دلوقتي عندنا سؤالين، يعني لو حليناهم ان شاء الله يكون تعرف تحلهم. هسيبكم تحلهم شويه وبعد كده احلهم انا، سيبلكوا نص ثانيه. طيب عشان الوقت احنا عندنا السيمبل، عايزين رمز بيعبر عن الميل هافينج داون سيندروم. هو ميل بيبقى عنده اكس واي داون سيندروم، يعني ترايزومي 21، توتال بيبقى عنده 47 كروموسوم. نبص بقى على الاختيار اللي بيعبر عن ده، 46 يبقى مستبعد، اكس اكس واي ده مستبعد، اكس اكس مستبعد عشان دي في ميل. نبص بقى على الاثنين اللي عندنا، دي فيها 22 فنستبعدها، بقى معانا الاختيار اللي هو دي اللي هو 47 اكس واي في 21 ترايزومي. نبص على السؤال اللي بعده، كاريوتايبنج اوف ميل بوي شود 3 كروموسومز، 3 كروموسومات عند الكروموسوم 21، بدل ما لقيت 2 لقيت 3، ترايزومي 21 بتعبر عن ايه؟ حالة احنا لسه واخدينها وعمال نتكلم فيها بقالنا تقريبا حوالي 40 دقيقة، داون سيندروم. ادي الاجابات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طبعا هو الشرح بتاع السبيل اتاخر عليكم، بس بعتذر جدا لاني كنت تعبانه وما قدرتش اسجل اي حاجه. لما تسمعوا الشرح وتحلوا الأسئلة اللي هتنزل مع الفايل، ابعتولنا لو في أي سؤال في الكومنتات برضو احنا معاكم. لا تنسوا المصالح دعاكم، نستدعاكم الله.